إذن كما تشاهدون مهدي مزواري وكيل أحد حزب الاتحاد الاشتراكي وزع الملصقات الإشهارية لحزب الاتحاد الاشتراكي. إذن مشاهدي محمد بريس في هذا البث الحي والمباشر استقبال حار لساكنة القصبة لخلية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. عدد من الشعارات التي تطلق هنا بقصبة المحمدية على مستوى الجامع البيض. إذن مشاهدي محمد يابريس لازلنا يابريس حملة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة وكيل اللائحة مهدي مزواري. بخير مزيان. إذن عدد من الشعارات التي ترفع في هذه الوقفة الاحتجاجية وقفة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تجاوب المواطنين كما تشاهدون بصورة مهدي مزواري مع أحد المواطنين الذي يعده ربما بالتصويت لفائدة الحزب في انتخابات 7 أكتوبر. نخلص هذا حنطة الذي يشجع حزب الوردة. من بعد نديرو اتحادي شحال هذه ما شافها ديما اتحاد. إذا كان هذا حنطة كبير مشجعي الشعب المحمدية وأيضا يقول أنه دائما كان اتحادي وسوف يبقى اتحادي. كما نشاهد بالصورة حملة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. خويا واحد جا سكوتش الله يستر عليك. حضور إعلامي بارز في هذه التغطية. إذن مشاهدي محمد بريس لازلتم في هذا البث الحي والمباشر حملة حزب الاتحاد الاشتراكي حشود غفيرة في هذه تشارك في هذه الحملة. انضم إليها أيضا مواطنون الذين يؤيدون حزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت من المواطنين اللي انضموا لهذه الحملة هذه، كيشف الحملة ديال حزب الاتحاد الاشتراكي، وشنو اللي كتمثل لك الوردة؟ الوردة كتمثل لي الحزب العريق في هذه المحمدية. أيه؟ وهذا الحملة هذه الانتخابات الشرعية سوف نقوم بحملة مسؤولة وحضارية اللي كتستجيب لجميع المتطلبات ديال المواطنين والساكنة ديال مدينة المحمدية اللي افتقدنا فيها الكثير من ناحية النواب ديالنا والمستشارين ديالنا اللي في مجلس النواب اللي ما قاموا حتى شي عمل. إذن ماذا تعملون من مهدي مزواري؟ نأمل منه أن يحيي ويرجعنا الذاكرة ويرجع لنا التاريخ ديال الاتحاد الاشتراكي في ديال الثمانينات باش يعطي واحد الخطوة وواحد
لما تخدينا ميكي العمل السياسي بالمحمدية السياسي المحمدية ولا على الصعيد المحمدية وعلى الصعيد الوطني. إذا كنشكروك. شكرا. إذا كان معنا هذا أحد المواطنين الذي وضح لنا أهمية حزب الاتحاد الاشتراكي بالمحمدية. لهذا وجب أن يكون أن تكون له حدود في انتخابات 7 أكتوبر كما يقول. إذن إذن هذه حملة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالأحياء بالأزقة العتيقة للقصبة. إذن شعارات كما نسمع يرددها مناضلو الحزب. السلام عليكم، كيف شفتي الحملة ديال حزب الاتحاد الاشتراكي؟ كيف شفتي الحملة؟ مزيانة؟ مزيانة مزيانة مزيانة. إن شاء الله غادي تصوت في هذه الانتخابات على الحزب اللي بغيتي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنت تاجر هنا في القصبة. هادشي اللي كان. إذا كان هذا أحد التجار بقصبة المحمدية. كما تلاحظون إذا مارشي بيع الأسماك. تجاوب كبير لبائعي الأسماك هنا بقصبة المحمدية مع مهدي مزواري ومع حزب الاتحاد الاشتراكي. إذا لازلنا في هذا البث الحيوي المباشر على محمد يبريس حملة حزب الاتحاد الاشتراكي. تجاوب كبير من باعة الأسماك هنا مع حزب الاتحاد الاشتراكي. لا ما تجيش دابا من هنا سير امشي. هز كاميرا مان الصورة، وضح الصورة جيدا للمشاهدين ليشاهدوا. امشي بلاش. إذا حملة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نبتها لكم مباشرة على محمدية بريس من قصبة المحمدية. كما شفنا تجاوب ساكنة المحمدية مع هذه الحملة. حملة حزب الاتحاد الاشتراكي. كي داير سدويدي. إذا مشاهدي محمدية بريس، حملة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تطوف أحياء القصبة وأزقتها العتيقة.
سيد اخويا شنو هو؟ اذا لازلنا في هذا البث الحي والمباشر على محمد يبرس، حمله حزب الاتحاد الاشتراكي، نقترب من سور قصبه المحمديه. نعم الله يحفظك. حملة حزب الاتحاد الاشتراكي هنا بقصبة المحمدية، ننقل لكم مباشرة. إذا أسبق الاشتراكيون بقصبة المحمدية في حملتهم الانتخابية التي قد تؤدي إلى استحقاقات 7 أكتوبر بنجاح ربما. نتمنى التوفيق طبعا لجميع الأحزاب. إذن هذه قصبة المحمدية، إذن هذه قصبة المحمدية، وهؤلاء هم الاشتراكيون حزب الاتحاد الاشتراكي بالمحمدية الكتابة الإقليمية الآن بصور قصبة المحمدية في حملتهم الانتخابية الحشدة والتي تجاوب معها صراحة المواطنون بالقصبة. تعال إذا نضعكم في الصورة، قصبة المحمدية الاشتراكيون يحلون بها لتنفيذ وقفتهم الانتخابية. إذا هذا هو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.